كلها ان سيناء ده جزء مهم جدا من مصر واحنا للاسف كان بقالنا سنين نسيره وما بنحاولش نعمل فيه مع ان هم يعني شعب جزء من الشعب المصري. كان عندنا نوع من انواع القاهريين عندهم نوع من انواع الاستعلاء على سيناء وعلى النوبه وعلى الصعيد من غير ما نقصد كلنا. احنا عصرنا كتير في المعلومات عن بلدنا في التواصل مع مرحبا 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 اهلا هذا المؤتمر احد ثمار ثورة 25 يناير ثورة الشعب المصري العظيم هذه الثورة العظيمة التي وصل صداها الى دول العالم لم يحصر داخل حدود مصر فقط بل امتدت الى الدول العربية زي ما احنا شايفين ثورات ستنتهي بمشيئة الله الى الثورة العربية العظيمة لتحرير كل الوطن العربي. نحن نرحب بكم على ارض سيناء المباركة ارض الثورة. هنا بدأت الثورة، هنا في 2007 بدأت ثورة سيناء، بل أقول ثورة مصر بدأت هنا من على حدود مصر الشرقية. الثورة بدأت هنا في 2007 عندما نحن هنا أبناء سيناء بل أبناء مصر قد شاركنا في شرارة الثورة أيام في سنة 2007 وكنا نناضل ونتمنى حتى نمنى هذه الثورة ثورة الشباب ثورة الشباب 25 يناير حتى اننا في يوم 24 يناير قررنا العصر ان نستمر في هذه الثورة وان نتصل باخواننا في التحرير في القاهرة وكانت هذه المحافظة الرابعة على مستوى الجمهورية التي ساهمت في هذه الحركة الحركة المباركة. ميدان التحرير ازدهر بالجاو والطار والحرير يوم 25 الدهر يا نايم بردة سفير كنتم بأرهاق وصهر في ثلجة الليل البهير كل كلامه مختصر ارحل يا ظالم يا أليم. انتهت دولة المؤسسات الأمنية لمصلحة دولة القانون، انتهت دولة الفساد والاستبداد لمصلحة دولة الناس. يا محمد علي خد بها استقلال جزئي تدفع كمية من الأموال إلى الأستانة. سنة 1917 استقلت مصر نهائيا عن أمريكا وكان من المفروض أن يتوقف المبلغ الذي يبعث أو يرسل كل عام إلى الأستانة، لكن ماذا حدث من البيروقراطية المصرية؟ تأمل. جاء عبد الناصر وقام بالثورة سنة 54 أصبح رئيسا للوزراء فراعى بند قريب جدا في الميزانية المرسلة إليه وهو أنه البيروقراطية المصرية أو الموظفين المصريين يبعثوا الفلوس إلى تركيا. سألهم قال لهم إيه هذا المبلغ؟ اكتشف أن البيروقراطية المصرية حينما استقلت مصر نهائيا عن تركيا لم توقف أو لم يصدر قرار بإيقاف هذه الملحة اللي بتبعث إلى تركيا كل سنة. بدأنا هنا في 24 يناير يوم الاثنين وصفة عمليات في أرض سيناء على أننا نكون متواصلين مع شبابنا وإخوتنا في مصر للتحرير على أن لو وصل شباب مصر إلى ميدان التحرير سوف يكون هناك النصر وسوف تكون الهزيمة لحسني مبارك وأعوانه.
القاهرة عندنا مش عارفة الوضع هنا كان عامل ازاي، بس في القاهرة وفي اسكندرية وفي محافظات كتير نزلت السيدات جنب الرجالة علشان يطالبوا بان مصر بتاعتنا ترجع لنا. اتمنى انه في خلال النهاردة وبكرة اعرف السيدات السيناويات كان دورهم ايه. كل مواطن يحلم بالتمليك وحلنا وحلنا، ولكن وبعد الثورة تفاجأنا ان السر في عدم امتلاك ابناء سيناء من قبل النظام الفاسد هو انه باع اجزاء من سيناء. أفضل مكان ممكن في العالم. للأسف الشديد في الفترة اللي فاتت ما كانش فيه استغلال للأماكن دي. نتمنى الفترة اللي جاية او المرحلة اللي جاية ان هو يبقى فيه اهتمام بتشجيع سياحة، باستغلال الاماكن، بتوجيه رؤوس اموال لعمل قرى سياحية فخمة، بجذب رؤوس اموال، بجذب عمالة، بجذب سياحة خارجية ممكن وداخلية. زي ما انتم شايفين المكان يعني حاجة خيال، اعتقد ان هو مش موجود في اي مكان في العالم. واحد صاحبي من هولندا ولما جاء المكان هنا ما كانش حابب يسيبه وقال لي انا لازم اشتري هذه الارض. ازاي ده مش مستغل؟ استغلاله طبعا يعني في حاجات كتير، يعني هم عندهم انشطه زي الكايت سيرف زي الويند سيرف، فكان بفكر ان هو يعمل هنا انشطه زي كده بس تعمل زي سيرفينج ويبقى السيرفينج ده على الرمل يعني على الديونز اللي موجود. للأسف الشديد لما جينا نزور رفح بالتعقيدات الأمنية واحنا راجعين، افتكر كان في ضابط شرطة مربيه مبارك وحبيب العدل ماسك الباسبور بتاعه غلط، فهو شخط فيه وقال لي محمد انا مش عايز اجي المكان اللي تاني.